طيب فقرتنا بقى دلوقتي الأخيرة، زي ما كريم نوه في البداية، هنتكلم عن كيفية توظيف واستغلال إمكانيات اللاعبين وكمان قدرتهم البدنية طبعا في ظل الضغوطات اللي بتكون موجودة للمباريات واللي شاهدناها الفترة الأخيرة، وطبعا فكرة هنا إن احنا نعدي بدون إجهاد ليهم أو إن هم يتعرضوا لأي إصابات. هنتكلم في كل ده وإزاي ممكن يتم على أرض الواقع، ونشوف كده الموسم اللي احنا فيه والموسم اللي فات كمان، يعني احنا واجهنا قد إيه من الإصابات الخاصة بالإجهاد اللي كان للأسف الشديد للاعبين اللي برضه ما لهمش يد فيه. في الاول في الاخر ده بيبقى جدول. خلينا نرحب بدكتور احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال السابق لمنتخب الاردن. صباح الخير يا دكتور. اهلا بك يا استاذ كريم، وسعيد بوجودي معاكم. ملف مهم. يعني فيما يتعلق بالعلم في الكوره هو حاجه تكنيكال شويه وحاجه كل يوم فيه جديد، وبالتالي احنا وبالذات لعيبه النادي الاهلي بصفه خاصه، لان طبعا بحكم ان هم لعيبه النادي الاهلي فهم قدرهم ان هم بيشاركوا تقريبا في كل البطولات اللي في اغلب الاحيان بتكون متعاقبه جدا، وبنشهد بموجبها حالات اجهاد ويمكن اعياء ملحوظه في كثير من الاحيان. ده هي دي فعلا حاجه، يعني بتتكلم في جزئيه ما تلمسهاش غير في النادي الاهلي كتير. حتى في البطولات المجمعه، لو انت حضرتك بصيت على منتخب مصر في كاس الامم الاخيره دي، هتبص تلاقي لعيبه النادي الاهلي كيس مختلف في الحمل البدني. لو قست الفي او 2 ماكس هتلاقي حاجه ثانيه، لو قست اللاكتيك اسيد على العضله هتلاقي حاجه ثانيه، لو قست اي جهد بدني بيعملوه هتلاقي حاجه ثانيه فيما يتعلق بلعيبه النادي الاهلي. اول لعيب اجهادا في المنتخب لعيب النادي الاهلي. يعني انا بكلمك الكلام ده بارقام، يعني اكيد احصاء. اول لعيب بيتعب وبيصاب في منتخب مصر هو لعيب النادي الاهلي، والذي يضار من منتخب مصر، بس هو مش ضرر، ضرر محمود، يعني هو لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. طب تحميل زياده. فطبعا انت النهارده بص لقيت 7-8 لعيبه مع منتخب مصر هيركبوا الطياره، يرجعوا القاهره عشان يركبوا الطياره ويروحوا الامارات عشان يشاركوا في كاس عالم انديه، والنادي الاهلي جمهور النادي الاهلي ما عندوش رحمه في البطولات، مستني الناس دي كلها على منصه التتويج قبل تشيلسي. طبعا فبتبقى معادله صعبه شويه، انما التحضير ليها لو هو في اطار علمي، لو هو في اطار احترافي كتير زي اوروبا، فانت الكلام ده ممكن تتجنب انك تحس بيه بنسبه 100%. ما هي دي النقطه اللي عايزين نخش في تفاصيلها مع حضرتك، يعني ده مش شرط ان هو يحصل لو كان في تدريب بشكل معين او زي ما حضرتك بتقول بشكل فني معين، مش لازم نحصل ان حتى لو في اجهاد يحصل اصابه، فازاي ده بيتم؟ هو احنا الاول هي الكره، احنا دايما نقول كده ان الكره علم، كره القدم هي علم، والتحليل الاداء هو الحته اللي بتخليك تروح في حته تانية في الكوره. يعني انا لما بحلل اداء الاستاذ كريم في البرنامج، هو كان قاعد ازاي، هو كان بيمشي ازاي، هو كان امور ايه التوتال في البرنامج، بقدر احطه قدام مسؤولياته ان هو الوحش هنتجنبه والحلو انا بس ببسطها للناس. فبقارن الحمل التدريب، الحمل التدريب ده بقول النهارده ان انا عندي قمتين او ثلاث قمم، عندي مسابقتين في الموسم او ثلاث مسابقات، الثلاث مسابقات دول بعمل لهم تايتل برنامج، والبرنامج بخرج اللعيب من هنا لهنا لهنا بدرجات حمل مع استعاده شفاء. طيب الجماعه دايما في اوروبا يا استاذ كريم اللي هم بيفرقوا علينا في ايه؟ ان عندهم حاجه اسمها اداره تحليل البيانات. يعني دايما اللعيب ده هو قبل ما نجيبه بنحلل بياناته، بنشوف اخر سيزون عمل ايه؟ لو راس حربه متطلبات المركز الوظيفي بنشوف جاب كام جول، لو راجل ديفندر محتاج الفي او 2 ماكس اللي يسموها الرئه الثالثه عالي عنده في نص الملعب، يبقى بنشوف الراجل ده قطع كام كيلو في اخر 10 ماتشات. فتحليل البيانات ده هو اللي بيوديك من مكان اللا بطوله الى مكان البطوله، بيعرفك امكانيات وقدرات اللاعب. ثم لا ومش كده كمان، غير انه بيعرفك بينقلك مع اللاعب انك توديه في حته ثانيه لو انت نادي مطلوب منك انك تكون في حته ثانيه. يعني انا دايما اعيب على المدربين المصريين شويه، بعض المدربين المصريين، انه ما يشتغلش بمخطط احمال، ما يشتغلش بمحلل اداء. طب ليه؟ ما انت النهارده هتدرب الاتحاد السكندري وتروح تدرب طلائع الجيش، وتخلص من طلائع الجيش تروح تدرب المقاولين طب احنا للامانه في الاطار ده، وان كان من زاويه مختلفه شويه، الاهلي برضو كالعاده صباخ. يعني في الفتره الاخيره في المونديال المفروض ان الاهلي تعاقد على مجموعه من الاجهزه حديثه جدا للقياسات البدنيه، عباره عن تيشيرت بتتلبس تحت تيشيرت اللعيبه بتقيس بقى النبض وكل الامور الحيويه اللي في جسم اللاعب. ده حقيقي، ده على غرار الانديه الانجليزيه كمان لو انا مش غلطان. ده حقيقي، الشركات اللي هي شركات القياس هي النادي الاهلي سباق الكلام ده، والنادي الاهلي دايما بيهتم بالحته دي قوي. عايز اقول لك ان انا حتى في اطار اداره تحليل البيانات
دي الحاجه الوحيده اللي يمكن في مصر مش موجوده، اللي هي الاداره جوه النادي لتحليل البيانات على مستوى بقى الكوره والباسكت والفولي والهاندبول والكلام ده كله. يمكن انا حتى اتكلمت مع حد في الاصدقاء في مجلس الاداره، يعني ان احنا الاهلي يتبنى ان هو يبقى في اداره كامله لتحليل البيانات جوه النادي، وده هيبقى ان شاء الله سبق برضو للنادي الاهلي يستطيع من خلاله ان هو يقيم كل الالعاب على كل المستويات، حتى هو بيتعاقد مع لاعب، حتى هو عايز يجيب لاعب، حتى هو عايز يملى فراغ للعبه، او عندي دروب مثلا في الهاندبول او مقومه، اقف احلل البيانات اشوف مين اللي في السوق موجود، اشوف مين اللي اقدر اعتمد عليه، مدير فني، مخطط احمال، محلل اداء، لاعب، كل عناصر اللعبه، الكلام ده كله بيخش في اطار اداره تحليل البيانات. واعتقد ان هم ان شاء الله ياخدوا قرار فيها قريب، غير طبعا الحاجة بتقول ان هو الاهلي متعاقد فعلا مع شركات تحليل اداء وشركات قياس حمل او قياس معدلات، اللي هي الشريحه اللي بنحطها في القميص للاعيب تحت التيشيرت، بتشوفوا انت لابس قميص اسود، مش كل ده هو اللي بيقيس، بتبقى حته شريحه صغيره كده جوه القميص، فاحنا بنعرف منه عن طريق الجي بي اس. ومسبقا بتعرف مسبقا لو في اي حاجه كمان، يعني مش وقتها، عشان تقدر ان انت تلحق لو في اي حاجه. انا بعرف مسبقا الاداء اللي هو اللي تم، وبعد كده بقيم الاداء واحط اللعيب قدام مسؤولياته، يعني اجيبه قدام الفيديو اقول له انت حضرتك عملت النهارده 10 كيلو وكان المطلوب منك تعمل لنا 12 كيلو. متطلباتك الوظيفيه في المركز بكرايت مثلا الكابتن محمد هاني، لو تلاحظ ان هو كل شويه فوق تحت فوق تحت، ده تحليل بيانات. النهارده مثلا في الباك ليفت علي معلول بيجري 8 كيلو او 9 كيلو، بس المردود الفني ل 9 كيلو اعلى من المردود الفني للراجل ابو 13 كيلو اللي ما بيديكش مركب بدني فني. ما احنا دايما نقول ان لم يخدم البدن الفني فلا قيمه له. هي عموما القياسات دي يعني اكيد ايه زي ما هتبين مدى امكانيات ناس هي هتكشف ناس تانية. طبعا اي شخص متخاذل، اي شخص محدود الامكانيات محدود القدرات هيكشف على طول بموجب القياسات. طبعا انت النهارده العلم ما عادش فيه، حتى الجمهور نفسه بقى يبص يقول الراجل ده ما بيجريش ليه؟ الراجل ده ما مش قد كده، مش قد كده دي حط تحتها 100 خط وتعالى بقى نحللها. ده هو متطلبات وظيفته انه يعمل 10 تاكلينج على الارض، ما عملش، انه يعمل 20 تكوف من على الارض يطلع فوق. لا معلش السؤال كريم خلاني كده ابقى متلخبطه، لان اللي انا فاهماه هو مش بتقيس اللاعب بيعمل التزامات ولا لا، بتقيس لو اللاعب عنده مشكله مثلا نبضات القلب زادت حاجات زي كده، فعشان الاطمئنان مش علشان مراقبه اداء اللاعبين. ولا انا مش فاهمه صح؟ النبض حضرتك بتقولي هو نفس الكلام، النبض مؤشر حيوي للجهد. يعني انا نبض رياضي مثلا من 80 ل 120، انا عايزه لو وصل 80 نبض، لو الامبالس 80 يبقى انا كده تمام يا استاذ كريم، تمام. نفس اللي هو بيقوله، فالنبض هو مؤشر حيوي لقياس الجهد. طب هو لما يبقى نبضه سليم ونعرف ان نبضه سليم من خلال الجي بي اس، هعرف هو عمل كام كيلو. عمل كام كيلو بنبض سليم، نبض معلاش او ما قلش، بقى في الزون في منطقه الخطر. انت بتتكلم على التدريبات يعني؟ بكلمك على الماتشات. الماتشات عمل كام كيلو؟ ما انت النهارده لعيب الكوره مطلوب منه يعمل بمعدلات العالميه 14.2 من 10، الراجل في النادي الاهلي عمل 10 كيلو، اجيبه اقول له لا انت قدام مسؤولياتك، لو ضربنا ال 10 كيلو في 75 عالميه او في 100 عالميه هتدينا ان انت راجل جهدك 60%. النادي الاهلي مش عايز 60%، النادي الاهلي لازم لعيب يبقى مكتمل. والطلبات الوظيفيه دي انت مقصر فيها. خلي بالك التقصير البدني لما اجي احلل الفني بقى، اشوف مثلا الباك ليفت علي معلول انت عملت لنا كام لونج سبرنت سرعه طويله بكروس اوفر، رفعت كام كوره لراس الحربه يجيب جول، انت ساعدت محمد شريف انه يجيب كام جول، انت عملت كام اسيست في الطرف الشمال، دفعت كام مره وهاجمت كام مره، بنعمل ديفند تو وين، دافع عشان تكسب. طب انت النهارده رحت كام مره؟ طب انتوا بموجب الاحصائيات دي والقياسات دي والحسابات دي، مين اكتر اللعيبه اللي في مصر بشكل عام واللي في النادي الاهلي بصفه خاصه فعلا فعلا من اول ما بيحط رجله في ارضيه الملعب ما بيوقفش مجهود، يعني بيعمل كل اللي عليه وزياده؟ هو يا كريم انت المعادله من طرفين، شوف انت حضرتك قلت ايه؟ مين اكتر واحد بيعمل اللي عليه وزياده؟ اللي عليه ده بقى من منظور طبقا لمركزه، من منظور تخصصي، ولا اللي عليه من منظور ان جيري 15 كيلو؟ ما انا مش عايز لعيب العاب قوه. يعني انا دايما كنت اضرب المثل باحمد فتحي وبعلي معلول. احمد فتحي بيجري ضعف علي معلول، انما علي معلول لما بيجري بينتج فنيا. فلازم ما هو ده بقى اللي انا بقوله، ما هو ده بدني ولا بقوله. فني؟ ما انا يعني عايز انا مش بقيم اللاعب بالكيلومترات اللي بيجريها، انا بقيم اللاعب بالاداء، ده رقم واحد. تاني حاجه انا بشوف بطمن عليه من خلال النبضات والحاجات اللي الشريحه بتنقلها لي. كويس، بس ما يقلش.
يعني هو عمره ما هيجري مثلا 5 كيلو ويعمل اللي عليه. هي الموضوع معناه متخاذل على طول. انا النهارده في ليميت، اوعى تقل عن كذا متطلبات وظيفتك دي، انما في الاخر هو لو قال مش هيديك المنتج الفني اللي انت بتقول عليه. طب انا عايز اسالك حاجه مربوطه برضو بالكلام اللي احنا بنقوله، لان شاهدنا الفتره الاخيره واحنا عرضنا ده برضو عندنا للاسف لعيبه بتقع كده زي ما هي، زي ما هي بطولها زي ما بيتقال، وبسبب ازمات قلبيه، وشباب ورياضيين وصحيين جدا، حياتهم صحيه، لايف ستايل، بيرجع لايه ده؟ ده بيبقى خلل في النظام الغذائي وخلل في نظام التدريب. وخلي بالك في احنا برضو لسه ما راقبناش الحته اللي هي الحياه الاحترافيه الكامله، ان انا اشوف اللعيب ده بيعيش يوم احترافي كامل ولا لا، بينام امتى، بياكل ايه، يعني حتى لو النادي الاهلي، النادي الاهلي بيسبق في الحته دي برضو، انما الحياه الكامله بالنسبه للاعب، في لعيب بيفلت بره النظام، وبالتالي بتبص تلاقيه مره واحده كده وقع. زي ريكسن الدنمارك اللي لسه كان معانا خبر عنه النهارده. وفي الحاجات دي برضو بتخضع لعوامل اخرى تتعلق بحياه اللاعب. يعني في حاجات انا ما اعرفش يا استاذ كريم اقيسها. انا ما اعرفش اعمل كنترول عليك في امور معينه. انت ممكن تخرج بره السياق. فانت لما تخرج بره السياق انا ما اقدرش الحقك الا لما الكيس تحصل. ولما الكيس تحصل احلل بقى الكيس ده، الراجل ده توفى ليه؟ ايه اللي حصل في الملعب؟ ايه اللي انت عموما بتلاقي ان نظام التغذيه وعلاقته بالراحه مع الجرعات التدريبيه في خلل. عموما خلينا نقف عند النقطه دي، لان دي نقطه مهمه جدا نهاوند سالت حضرتك فيها الحقيقه، وشفنا لها مظاهر مؤسفه كتير في اخر كام سنه. هنطلع فاصل بعد اذنك ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. حديثنا لسه مستمر مع دكتور احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه ومخطط الاحمال السابق لمنتخب الاردن، وايضا طبعا زي ما حضراتكم عارفين هو كان اشتغل مع الاهلي وتحديدا فتره كابتن الجوهري يعني سنتين، فبرضه اكيد هنتكلم على النقطه دي. بس خلينا نرجع للنقطه اللي طلعنا بيها فاصل، وفكره هنا الاصابات اللي بنشوفها، وبيبقى الناس مش فاهمه هو ليه حصل كده لشخص مفروض رياضي واللايف ستايل بتاعه مفروض ان هو صحي جدا، وبالتالي طالما هو لاعب كمان يبقى اكيد بيتم او بيعمل فحوصات بتجرى عليه كل فتره، ففجاه نلاقي سكته قلبيه للاعبين كتير وكررت الفتره اللي فاتت اكتر من مره. فخلينا نرجع للنقطه دي. هو انا قلت سيادتك ان هو الموضوع عوامل تتعلق بحياه اللاعب. يعني احنا لو حطينا النظام الغذائي مع الجرعات التدريبيه اللي بياخدها مع حجم النشاط الممارس في 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 لحظات التعب بقى، لان عضله القلب هي اكتر حاجه بتتاثر بالجهد البدني، وبترجم الكلام ده على الاشارات العصبيه والمخ، فقد يرتفع ادرينالين الخوف. يعني في رياضه مثلا زي رياضه عنيفه او الخوف من الخساره، وقد ينخفض مسببات الجهد نفسه اللي هي الاشارات العصبيه اللي بتديكي طبعا على طول انخفاض في الضغط، ضغط الدم. برضو الكلام ده لو انا مقبل على منافسه عالميه يا استاذ كريم وخايف اخسر، او منافس قوي، ده في الالعاب الفرديه، او ممكن يكون لعيب عنده المقاومات النفسيه مش مظبوطه، وبالتالي لما بيبقى مطلوب منه جهد اعلى من قدراته، لان انت ساعات بتبقى بتستنفر في بطوله مثلا زي كاس العالم للانديه، النادي الاهلي مستنفر بكل قواه، اللي هيغلط نسبوت عليه العالم كله شايفه، والاهلي احتمال يمشي. فزي مدرب يعني زي مدرب النادي الهلال جاردين خسر 4 مع انه لسه كسبان بطوله اسيا ولسه مثلا واخد 10 مليون مكافئات من السعوديه كلها، مع السلامه، اللي خسر من النادي الاهلي. فاللود ده مش اي حد يتحمله، سواء كان عوامل تتعلق بحياه اللاعب او تغذيه او قدرات لا تساوي حجم المطلوب او عمره بقى اللي هو محدش عارف. لا ده بتاع ربنا. ما يعني لان هي فعلا بتحصل. انما احنا بندور دايما في السبب اللي هو علمي اللي الناس بتسال ليه. فاحنا بنقول لهم ان عوامل تتعلق بحياه اللاعب ممكن هو يكون في نفس الليله اللي توفى دي مش ملتزم سلوكيا بالاطار الاحترافي، او ممكن يعني ليه لا تعمل كده، او بس برضو مش واصله لي بصراحه. يعني بس انت، انا دلوقتي بطل كره قدم يعني وبقالي سنين بلعب، ازاي انا فجاه كده يحصل لي؟ ما انا بقول لحضرتك بيحصل لي اكزامز او يعني تحاليل كل فتره واختبارات كل فتره، وفي حد مشرف معايا وفي طبيب للفريق، يعني لا ما هو انا بقول لسيادتك ان في حاجه صغيره جدا بين ان انا اكون نموذجي يا استاذ كريم وان انا اكون في دروب. الدروب ده ما بيحصلش للناس كلها، هو بيحصل للراجل اللي لا يتحمل الضغوطات. نسب يعني سواء فيسيولوجيا او نفسيا، لانه هو ممكن يكون علاقته بزوجته مثلا ممكن يكون في نفس الليله دي. شفت بقى بتاثر ازاي؟ اهو
لا يعني ممكن يكون للوفاة قد طبعا يعني ممكن يكون في نفس الليلة انا خرجت من الماتش ورحت وحصل حاجة في البيت واي دروب انفصال هو ما تحملش فكرة الانفصال ولما راح التدريب الصبح او راح الماتش تاني يوم بيلعب اي عامل نفسي مؤثر يعني بيلعب مات ما هو بالفرحه بالفرحه بيفصل على خلي بالك السيزون هوند مبسوطه جدا اي حد يسيب مراته هيموت اي حد يسيب مراته هيموت عاجبها التحليل ده يا جماعه ردونا والله عشان تكسبوا طيب دكتور احمد خلينا نروح برده عشان الوقت بيجري ليه هنا الشق الخاص بقى بتجربتك مع الاهلي وطبعا كابتن الجوهري الله يرحمه فاكيد اتعلمت واكيد جيت انت بفتره يعني فالكابتن جوهري دي بصراحه كانت فتره من فترات المحببه جدا لقلبي وكنت انا محظوظ يمكن واشتغلت مع كابتن جوهري بالحظ مش ما كانش مترتبه كنت رايح النادي الاهلي الاردني وكان مدرب سوري وجاب مخطط الاحمال معاه فبالتالي انا هركب الطياره وارجع فحصل كونتاكت الله يرحمه كابتن سمير زاهر قال لي كابتن جوهري موجود ومحتاج حد في رحت قابلته في اتحاد الكره الاردني و يعني عمل لي تيست كده وبعدين قال لي انت شكلك طب شاطر يا ابو حميد كنت انا لسه 27 سنه المهم قعدت يعني تعاملت مع شخصية مش عايز أقول لك يا أستاذ كريم غير طبيعية في الكورة في المانجمنت ودايما دايما أتكلم على الحتة دي في أي لقاء أو في أي حاجة الكابتن جوهري من نوعية المدربين الكبار جدا لدرجة إن هو يديك الحتة بتاعتك ويحاسبك عليها يعني كان دايما يقول لك عكس المدربين في مدربين كتير جدا يقول لك أنا بعمل كل حاجة انا بتاع البدني وانا بتاع الفني وانا بتاع التحليل وانا بتاع ولو لعيب اصابه انا اللي انزل اكشف عليه عادي شوف كابتن جوهر بقيمته وكان تاسع مدرب العالم وبعرض عليه برنامج ما للعيب احنا باهله برجعه تاني الملعب فبعرض عليه بقول له كابتن انا هعمل كذا وكذا وكذا قال لي شيل الورق ده وامشي وانا لو عارف الحاجات دي كنت جبتك انت جايب مدرب معانا ليه وبتقبض ليه عشان تادي حتتك صح انا بقى حاسبك امتى لما الراجل ده ترجعه لي الاقيه مش راجع جهز شنطتك وتروح مفيش فدرس ان هو الحته التخصص عشان كده دايما اقول لك ان اللي بيفرق الغرب عننا كمصر ان احنا دايما بنبدا متاخر قوي وما بيديش كل حد حتته الاستاذ كريم فنان فنان ومذيع انا مش ما ينفعش ابقى فنان لا لازم ابقى فنان بالعافيه ممكن بقى يبقى معايا فلوس اعمل قناه واقعد كده احط رجلي على رجلي هتسمعوني انا تسمعوني فاحنا القصه لازم تبقى كل حاجه في اطارها كل حاجه في طلبها بتبقى مريحه التجربه بتاعت النادي الاهلي كانت مع الكابتن فتحي مبروك واسعدني اختياره يعني والكابتن فتحي مبروك من الناس اللي اثروا واثروا في النادي الاهلي ويمكن الجيل اللي حضرتك شايفه ده انا بس عايز احط الفضل لاهله الجيل اللي حضرتك شايفه ده الكابتن فتحي مبروك وما قبله اللي موجود احمد كوكا مصطفى حمزه الناس دي كلها صناعه قطاع الناشئين في النادي الاهلي طبعا فكانت تجربه محترمه جدا وحاجه جميله جدا والنادي الاهلي فعلا ما بيتاخرش عن ولاده وما بيتاخرش عن قياداته طب. في طلب اي حاجه لينا صحيح شكرا ليك يا دكتور نورتنا والله انا اللي سعيد بيكم واتمنى ان احنا دايما نتكلم في التحليل وفي اي حاجه بعد البطولات يعني تنورنا ان شاء الله دايما شكرا شكرا جدا لوجود حضرتك معانا وبنشكر حضراتكم على متابعتكم لحلقه النهارده بكره ان شاء الله نلتقي بقى في حلقه جديده باذن الله